فرحمة بدأت بجولة حفلاتها من بعد ما أخذت استراحة خلال شهر رمضان. للموت شفت الجزء الأول لازم أتابع الجزء الثاني وما تتقهر إنه خلص بصراحة بدي جزء ثالث وبطلوع الروح وألماس مكسور أكيد لألكس. هذا كان رد رحمة رياض لما سألناها عن المسلسلات اللي تابعتها خلال شهر رمضان. بس تحضري أليكس على التي في وعم بيمثل بتعطيه ملاحظات ولا أنت من النوع اللي بتطبط بلا الشغل؟ أنا بالبداية كنت أطبطب وهذا بعدين هو قال لي لا إنه لازم تقولي لي إذا أكو شيء مو أوكي لازم تقولي لي يا أنتي تقولي لي يا فأي أقول له يعني وأنا ويا من نحضر المسلسل ما بنحضره كمشاهدين بس قاعدين نحكم. ملاحظات مثل شو؟ مش ملاحظات يعني فيك تقولي إنه عربيته يعني هستوها بدت فأني شفت بألماس مكسور هو كان ضابط اللهجة يعني تمام كلش. قولي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثالو. دور أحمد هو بالمسلسل ما بيتطلب أكثر من أنه يكون هاي الشخصية. فبإطار درامي رومانسي طال ألكسندر بشخصية أحمد واللي جمعت علاقة حب مع فتاة تدعى ريف لعبت دورها هالنزار. ممكن أنت تفكري شي مرة تخوضي تجربة تمثيل مع أليكس؟ أكيد ما عندي مشكلة بس بتاخد وقت كتير يعني تمثيل أنا قاعد أشوف أليكس كيف يعني إحنا فنانين نغني حفلة نغيب يوم يومين ماكسيمم نرجع البيت تمثيل بدك تغيبي 3 أشهر وأحياناً 4 أشهر وأحياناً سنة بياخذ وقت كثير وأنا ما عندي هسه وقت إنه ممكن أحصر نفسي بعمل درامي أو تمثيل يعني. طب في حال تحققت هالخطوة يوماً ما شو نوع العلاقة الدرامية اللي بتحب إنها تجمعها بزوجها ألكسندر؟ حب وغرام ولا انتقام ولا انتقام؟ عم بيعذبك كتير شكله. لا انا لا مش هيك انا احب يعني اخذ دائما هيك احس يعني امنيتي لو مثلت ما احب اطلع هاي اللي ممكن الناس تتوقع شنو ممكن الشخصيه دائما احب اخذ شيء جديد شخصيه مركبه شخصيه مختلفه هيك يعني. وموسيقيا ايضا رحمه دائما بتبحث عن المختلف لهالسبب قررت تتعاون مع ملحنين ما تعاونت معهم من قبل. عندي اغنيه من الحان محمود غياث واغنيه من الحان غسان الشام اثنين حبتهم والاثنين قاعده احضر لهم ميوزك فيديو اثنين عراقي. ولقائنا برحمه ما ممكن يمر من دون ما نسالها هالسؤال. يعني لبسه ابيض ما فيني ما اسالك السؤال اللي كل العالم ناطرته. شو السؤال؟ رحمه رحمه متى تتزوجين؟ متى تسوين عرس؟ متى؟ وحيات الله على قولتكم اللبنان. شكله انا حاسه انه ما في بادجت. شو لازم يكون في سبب يعني. السبب والله انه شغل يعني انا بالوقت الوحيد اللي انا وياه قعدنا فيه بدون شغل هو برمضان. حاليا أليكس التزم بعقد وعنده مشروع تمثيلي ان شاء الله ملتزم فيه لمده كثير طويله سو احتمال يتاجل الجواز للسنه الجايه. بس يعني ما كل ما عم بتاجلي يمكن عم بتخف رهشت شوي العرس. لا طب شو اسوي يعني انا بالنسبه لي انا ملتزمه بعقود حفلات وهو ملتزم بعقود يعني صدقيني ما قاعد نحصل فرصه بس تراست مي انه انا كثير حابه يعني انا حتى انا وساره بركات الستايلست حضرنا مود الدريس رحنا عند كذا مصمم زهير مراد من الناس اللي حابين وعرضوا علي انه انا اتشرف اني البس فستان من زهير جون لوي صباج كثير ساره مراد كثير مصممين فقاعده احضر انا بس ما اعرف شو وقت. يعني باختصار ما يوجد بعد اي تاريخ مؤكد لهالمناسبه. يعني بس ما نقول تريدين هاي الصيفيه. ايه بس بدك تقولي لي قبل بوقت. اول شيء تحضر فستان ثاني شيء تحضر كم زلغوطه. راح تجي من دبي عم تزغل. اريد اقول لك شغله انا يعني في عندي انا عرسي وفرحي خلينا نقول واقف على عندي تور بامريكا اذا كمل هالتور ما راح اقدر اسوي بالصيفيه اذا تاجل التور ان شاء الله راح اعمله بالصيفيه باسطنبول ونحن اكيد حنسمي في بادجت. اديتها بهالبادجت انا عارف قد ما بدك حتجين للعرس وتشوفين اميزنج انسايدر حتكونوا انتم بالعرس. ثانك يو انسايدر اي لاف يو سو ماتش. لا 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 لا
وبانتظار تتحول هالزغرطة لحقيقة. بسنت شوقي سبقت رحمة وأخيرا احتفلت بزفافة على محمد فراد. ومثل رحمة كنا كل ما نلتقي بمحمد وبسنت نسألهم عن الموعد، وهالحفل اللي طال انتظاره خلى اسم محمد فراج وبسنت شوقي ترند من لحظة نشر أول صورة لهم كعروسين على شاطئ البحر بالغردقة، والعروس اللي تألقت بإطلالتين بالأبيض مجموعة كبيرة من زميلاتها رافقوها بها اليوم وغنوا ورقصوا معها، وفي أيضا اللي عزف لها على الطبلة.